مرحبا بكم على قناة إنيفرساليس للثقافة والسينما. العنف الجنسي اللي كيتمارس على الأطفال في بلادنا خدا واحد الوعد كبير بزاف، خاصة وأن الحالات أصبحت تتكرر. سنهتم في هذا الفيديو برصد كل المظاهر والأشكال التي تدخل في إطار العنف الجنسي أو الاغتصاب، وهي أشكال كثيرة نحاول أن نعرفها من خلال هذا الفيديو. إذن كل يعني المفاهيم وكل القوانين تتفق على أن العنف الجنسي يتحقق عندما تجبر بالقوة أو بالعنف الطرف الآخر على ممارسة الجنس. وبما أننا كنتكلموا على ممارسة العنف الجنسي ضد الأطفال، فإن أي ممارسة عندها هدف جنسي تفرض على طفل فهي تعتبر وتدخل في خانة العنف الجنسي، وجرم يعاقب عليه القانون. كل شيء إذن، ولكن شنو هو بالضبط هذا العنف الجنسي اللي يمكن يتمارس على الطفل؟ هذا العنف الجنسي واللي يمكن ما نسميه اغتصاب، يمكن يكون بالملامسة، غير ملامسة، أي ملامسة جسد الطفل أو بعض المناطق الحساسة الخاصة التي من المفروض ما يلمسها حتى واحد، لأنها ملك خاص لديك الطفل. إذا الملامسة تدخل في إطار لمس جسد الطفل بشهوانية وبرغبة، كيعتبر اغتصاب وتعتبر عنف جنسي. وكاين ممارسات خرين تدخل في هذه الخانة، بحال تقبيل الطفل دون رغبته، وطبعا القبلة كما قلنا اللي من وراءها الغرض تحقيق واحد اللذة، واحد الشهوة. ممارسة العادة السرية أمام الطفل، تعرية جسد الطفل أو التعري أمامه، إجباره على النظر إلى العضو التناسلي للمغتصب، واخا كاع ما يغتصبوش، غير يعري المغتصب الجسد ديالو ويبين له العضو التناسلي، هذاك راه كيدخل في إطار الاغتصاب، في إطار العنف الجنسي، ويجرمه القانون. النظر إلى جسد الطفل بشهوانية، إذن من هنا من خلال هذه الممارسات اللي ذكرنا يبان بأن الجنس العنف الجنسي كيتحقق وخا ما يكونش اتصال مباشر ما بين المغتصب والطفل، بين البيدوفيل والطفل، إلى درجة باش نكونوا على بال أن حتى أخذ صورة الطفل ولا جسد الطفل خاصة وهو عاري راه يعتبر من العنف الجنسي ومن الاغتصاب، أو إظهار صور المغتصب للطفل وهو عاري أيضا راه يعتبر اغتصاب.
إجبار الطفل على مشاهدة لقطات وأفلام بورنوغرافية سواء كانت على الهاتف أو الكمبيوتر أو التلفاز. الاتصال عبر مواقع التواصل الاجتماعي والحديث مع الطفل عن الجنس راه تعتبر اغتصاب. إذن كل هذه الممارسات تعتبر ممارسات شادة وخطيرة وكتمثل اغتصاب ويكون لها واحد الآثار كبير على الطفل. اليوم عبر الانترنت أصبحت للبيدوفيل إمكانية الدخول إلى بيوتنا والتجول في غرفنا وبالتالي اختطاف أبنائنا، وهذا الاختطاف هو اختطاف افتراضي ولكن عنده واحد الأثار. هنا تكلمنا فقط عن الاغتصاب الافتراضي عبر الانترنت والأثر دياله حتى هو كبير، ولكن الحاجة أيضا اللي كترعبنا بزاف وهي أننا أصبحنا نرى أن الأطفال الأقل من 13 عام هم عرضة للاغتصاب والعنف الجنسي الحقيقي. طبعا هذا الاغتصاب كيكون دائما من طرف هذا البيدوفيل، والمشكل اللي عندنا هو أننا لا يمكن أن نعرف البيدوفيل. بيدوفيل ما كاتبش على الجبهة ديالو واحد الورقة حطها كاتب فيها أنا بيدوفيل، هو مختفي، يمكن يكون أي واحد في المحيط، أي واحد في المحيط اللي كيعيش فيه الطفل. وظهرت حالات أن الأب والإخوة يمكن لهم هما يكونوا البيدوفيل ويمكن لهم هما يمارسوا اغتصاب عنيف على الطفل. إذن المحيط كله. إذن لهذا من الضروري أن نحصن الأطفال. كيف نحصن الأطفال؟ هو أولا أن نعرف نحن ماذا يجب أن نقول لأطفالنا، كيف يمكن أن ننقل لهم تربية جنسية تحصنهم من الوقوع في مخالب أو بين مخالب هؤلاء الوحوش. طبعا هذا الكلام على البيدوفيل والوجود ديالو في كل مكان ما خصوش يدفعنا باش نعيشوا في واحد الفوبيا، وإنما خصو يدفعنا إلى اليقظة والحرص وتحصيل الأطفال باش يمكن لهم يكبروا بشكل عادي لا يعانون من مرض. إذن بعد أن عرفنا هذا أشكال العنف الجنسي الذي يمكن أن يتعرض له أي طفل ذكر أو أنثى، ظهرت الحاجة ملحة إلى تربية جنسية فاعلة وإلى نضج هذه التربية الجنسية لدى الوالدين أولا وتقريبها من أبنائهم بشكل من الأشكال. في هذا الإطار تدخل مجموعة من الفيديوهات التي سننشرها تباعا. أتوقف عند هذا الحد وأتمنى أن يكون الفيديو قد أفادكم. غادي يكون عندنا موعد مع فيديوهات أخرى متعلقة دائما بالتربية الجنسية. تقبلوا تحياتي ولا تنسوا الانخراط في قناتنا إنفيرساليس للثقافة والسينما. مع السلامة وحافظوا على أطفالكم. إلى اللقاء.